السلام عليكم، صح فطوركم، مرحبا بكم في حنا هاك. ضيفنا الحلقة اليوم هو المغني القبائلي سيد أحمد بالقاسم اللي عرضناه الحصة الاجتماعية، مي مالوغوزمون سيت اون كاميرا كاشي خويا سيد أحمد. بدون إطالة نروح نديكيزي باش نبداو حلقتنا، ابقوا معنا. وما كانش كامل على بالو وسليم يدير هالو الشروق مازال ما شفت والو. سعيد جدا في هذه الحلقة باستقبال الفنان الجزائري سيد أحمد بالقاسم، مرحبا بك. الله يبارك فيك خويا، ربي يحفظك إن شاء الله. شكرا مشاهدينا، كما عودناكم نروح مباشرة نشوفوا الفيديو الأول حضر معنا باش نتعرفوا على موضوع هذا. الناس اللي تحط موليها في دار العجزة واش توجه لها؟ بالك رسالة كي تشوف هاد الصور. والله ما نقدر، ما 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 ما, ما, ما عنديش واش راح نهضر، ما عنديش كلمات نقدر نعبر. ليدي بابا ولي ما دار العجزة، ما عنديش واش نقول له. كإنسان كفنان واش تقول لهاد الناس؟ ماشي عبد، ماشي إنسان، ماشي حاشاك حيوان ما يديرهاش. حيوان تشوف قط برا كيفاش يدير مع ولاده ما تأمنش عقلك. حيوان قط، انا عندي قط كتشوف كيفاش يدير مع ولادي ما تعملش. في حلقه اليوم حصريا لبرنامج على المكشوف وقناه الشروق عندنا فيديو لحقتنا اليوم صباح لمدير واحده من دور العجزة وهو يقوم بالاعتداء بالضرب على نزيل في هذه الدار. نشوفوا مشاهدينا هذه الصور. مدير دار العجزة مدير يضرب طمع المرة. هذا لازم نشوفوه قضائيا، نتبعوه قضائيا. هذا جوستومون ايه، والله سي غراف كي تشوف هكذا سي غراف. ما سما هذا مسكين ولاد ورماوه وزيد المدير يتعدى عليه. بعد ما شفنا هذا لا فيديو كان لازم انه نتصلوا ونتواصلوا مع السيد حسناوي غرطه مدير دار العجزه ببلديه بومعروف. هذا الشخص للامانه احنا اتصلنا به وما قلنالوش علاش عرضناه. ان شاء الله بك يكون حاضر معنا في المديره وجاي لهنا. وي نبدا من دوك كمان. لا 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 سيدي، لا احنا برنامج على المكشوف لتقصي الحقائق بالادله والبراهين. ان شاء الله يكون حاضر معايا ويقول لي مخرجنا الضيف راه حاضر. للامانه مشاهدينا ما على بالوش علاش جبناه للبرنامج، راح نجيبوه بعد الفاصل سنواصل. جيبوا لنا ما كانش كامل على بالو وسليم يدير هالو. وعليكم السلام. وعليكم السلام، تفضل استاذ. قاعد هنا. سيد حسناوي غرطة. انا عمه. مرحبا. مدير دار العجزة لبلدية بومعروف. انا عمه. ايه الله يبارك فيك ربي بك وهلا، ربي يحفظك اخويا العزيز. درنا ولا سي بون تسون تسون تجربه صوت. كيفاش تجربه؟ واش تكلم؟ تكلم برك باش يرقلي وتكلم. تكلم على الموضوع اللي تكلموا فيه. تكلم سيدي باش يرقلي ولك الصوت. بارك نوليو ربي يحفظك. مازلتوا معنا مشاهدينا في برنامج على المكشوف وحضر معايا الفنان سيد احمد بالقاسم، مرحبا بك للمره الثانيه. الله يعيشك خويا. استقبلنا قبل قليل في البلاطو ايضا السيد يغرطة حسناوي مدير دار العجزه ببلديه بومعروف. الله يحفظك، يعطيكم الصحه على هذه الدعوه وبارك الله فيكم. وعطاك انت لما قلت لي لازم نجي اليوم يا خويا، انا والله ما كيما نقول ما بغيتش. لبيت الدعوه. لبيت الدعوه، ربي يحفظك. يعني عرضوني يعني حصص اخرى، يعني العام الفارط عرضني قناه اخرى، يعني انا قناه شروق نبغيها يعني. يعطيكم الصحه. وكيفاش كيفاش تتعاملوا مع النزلاء، مع الناس اللي في هذه الدار؟ احنا الدار العجزه تاعنا، يعني الدار تاعنا
تحتوي على حوالي 267 يعني الأب وأم يعني مسموح يعني سمحوا بهم أبناء تاعهم تخلاو عليهم تخلاو عليهم يعني تاعهم يعني انت راكم تهلي فيهم الله يعين انت المدير تاع المؤسسة الحمد لله يعني لا شكر على واجب يعني هذا واجبنا وانا قايمين بالواجب تاعنا ونغتنم هذه الفرصة من هذا المنبر باش نقول للناس ما يدوش يعني بوياتهم والأمهات تاعهم المركز اذا كان حاضر معي عمي سعيد لتذكير فقط انه عمي سعيد كان في دار العجزه لبلديه ابو معروف مرحبا بك عمي سعيد قبل ما نبدا معك وقبل ما نولي معك وسي سيد حسناوي كان واحد الفيديو شفتها انا والضيف ديالي دونك سي المومون باش تشوفوها نتوما ونعاودوا نولي الصور الحصريه لبرنامج علمك شوف مدير دار العجزة لبلديه بو معروف السيد حسناوي يغرق قمت بالتعدي على احد النزلاء هذا لا جبتوها جاوب انت جاوب جيت باش نكشفك عمي سعيد جيت باش نكشفك انت النفس ما كنتش تنفس قدامي دوكا تعيط عليا باسكو كانوا محقورين انت النفس ما كنتش تنفس قدامي دوكا تعيط عليا محقورين عمي سعيد ما قعد خذ لك يقعد عمي سعيد من فضلك يا استاذ استاذ لا 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 كاميرا كاشي الشروق تي في احنا هكا احنا هكا سعيد من فضلك يا استاذ استاذ لا 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 مالك يا استاذ احمد خلينا نكملوا البرنامج استاذي من فضلك احترم نفسك اختار نفسك راك في بلاطو تلفزيوني استاذي من فضلك من فضلك شنو نشكي سيد احمد سيد احمد دز معاهم دز معاهم واش صبر واش خلي خلي خلينا نكملوا هذا يا جماعه هذا حاب يتعدي عليا ريزي هاولك يا كاميرا كاشي الشروق تي في احنا هكا احنا هكا وحنا يا هاك هاك ما عندكش الحق ما عندكش الحق تصور ما عندكش الحق تصور عندي الحق نصوره ها هذا بغى يتعدي عليه ريح استاذي وجاوب ريح هذا بغى يتعدي عليه يا جماعه ريح استاذي وجاوب شوف ولا تفضل من البرنامج لا لا سيد احمد سيد احمد سيد احمد احنا قاعد خلينا نكملوا ليميسيون نصورك وماني ستايلك شوف خرجنا خرجنا شوف ريح ريح ما تخافش مانيش طايقك شوف يا استاذ ها باغي يتعدي عليه هذا راه بغيت تشوف شوف واش شوف واش ما سيد احمد والله ما نقول لك حاجه يا سيد احمد يا راجل تعال تعال انت ماشي راجل انت راك شوف ريح 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 دوك يخرجوا في بلاطو ريح راجل ضرب لك كوتبي يخرجوا في بلاطو يا ولد اش كيبيك راش تقول واحد بيك اسمع فيا اش كيبيك وكل خربي خرجوا هنا يا سيد احمد سيد احمد سيد احمد ضربني تعدى عليا معليش ريح يا سيد احمد بكر سيد شي راجل انت سيد احمد على دير لي الواد الراجل هدايا ريح خويا دير لنا الواد خويا نروح انا ما نقدرش نشوفك خويا خرجوه خلاص نروح خرجوا هنا بلاطو انا نخرج انا ريح لا الراجل هدايا حكيم حقار 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 الحسن ديروا له حكايته تاع تاع راه قادر على شخاك ها واش هو سامر مالي سامر سامر راك مليح كله يا الحقار يا اخو قاسيتني يا اخو ما قبلتكش مليح اضربوا اضربوا واحد احمر اضربوا عرفك شنو انت تسبوندي واحد السمانه باش يلعب يا اخي وختوني والله يا اخو ما احكي لي كيفاش طلع واش نسلك يا اخو قاسيتني يا اخو دوك ما نلعبش واحد السمانه حاجه لك واحد اخرى ليكوتيز وكذا تحب ندخل لك ديريكت في وجهها هكا ديريكت لا ربي يستر يا اخو وتشي سلامات جاي الضربه لهنا شوف اوكي هذا اللي حكى لك يعطيك الصحة يعطيك الصحة خويا سيد احمد القاسم
ربي يحفظك. دونك ماشي يقول لك راه بون، حنا قلت لك حنا لو ميساج تاعنا حبينا نلحقوا ميساج المشاهدين تاعنا هادو اللي حطوا ماني نفضوا العجزه، ومام المسؤولين كما نقولوا في اللي عندهم ناس امانه في عقبتهم تكون دار العجزه ولا دار الايتام ولا ماذا بينا يتهلاو فيهم ان شاء الله، باسكو عند ربي يتحاسبوا. هادو اللي ميساج حبينا نلحقوا خويا بالقاسم، سمح لنا يا خويا قصر روحك على كل ربي يحفظك. دونك ماذا بينا تلحق لي ميساج هذايا في لاحظه تاع ليميسيون، اخزن هيك في الكاميرا قول لهم اتهلاو في والديكم. اتهلاو في والديكم بيان سور، الوالدين الجنه تحت اقدام الامهات يا ناس، تقول لا خافوا ربي برك. ربي يحفظك، يعطيك الصحة خويا بالقاسم، ربي يسترك. وانت تسمح لي لا لا ما كاينش مشكل يا بونسوسي، حنا خربنا فيك الكاميرا كاش اسمها، حنا هكا الله غالب، حنا هكا جزائري ما نحملوش الحقرة ما نحملوش. ها انا والله غير انا هكا نقدر نموت نورمال، انا هكا انا هكا جيتو في زوج في ثلاثة بالك نضرب معك حتى نموت ولا لا 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 عليك. وما عنديش بابا، عندي عاملي توفى بابا، انا هذا كي دخل حسيته بابا، درته بابا فقبلت. ربي يحفظك بابا، وجا يقعد اخويا بابا تخصو حاجة. ربي يسترك ربي يسترك، كاع انا ثاني بابا 2014 الله يرحمه، دونك ربي يرحم كاع المسلمين. يعطيكم الصحة ربي يحفظك، واللي عندهم والديهم يتهلاو فيهم. تهلاو في والديكم. مشاهدينا الكرام كان في حلقة اليوم خونا بالقاسم لو شونتيغ تاعنا، نضربكم موعد غدوة إن شاء الله في نفس الوقت وفي نفس القناة، قناة شروق. صحة سحوركم، سلام سلام، ربي يحفظكم.